ايه؟ اما وريتك يا كوريا الكلب انت وسلومه، انا نوال بقى فرجه الحته. طب والعمل ايه يا خالتي؟ هنهبب ايه في ام اللي انا فيه ده؟ هبات في الشارع يعني زي المجازيب ولا ايه؟ لقيت لك الحل يا بنت، رغم انك انت كده وكده يعني، بس سبحان الله ربنا مسهلها لك. فانت بقى يا سيدنا الشيخ هتاخد البت نوال من ايديها توصلها لجوزها سلوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، هو انا قلت حاجه عيب؟ الراجل هيكبر لك، هتقول له رجعها لعصمتك هيرجعها على طول. دول روحهم في بعض وما لهمش غير بعض، بس الشيطان شاطر. لكن يا اخت نوال، انت تذكرين انني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش، تذكرين؟ يا اختي ايه انت، ايه شيطانه في خرابي؟ مفيش حاجه ما بيننا يا شيخ، ده احنا اخوات. والله غالب على امري، فلنذهب للاخ سلومه لكن بشرطين. انت لسه هتتشرط علينا؟ قول يا سيدنا الشيخ. قول. ان ترافقينا يا ست ام سوكا، لان موقعي ووضعي لا يسمحان ان اسير مع الاخت نوال بمفردنا في الطريق العام. انا ما وريش غير نوال. روحي مع نوال وتعالي مع نوال، ما كانش حته طبق رز بلبن اللي طبحتهولي. ها طيب، والشرط الثاني ايه؟ الشرط الثاني ان شاء الله انا ساتوصل، ولكن غير مسؤول عن النتيجه. نعيما يام، اديني سبختهولك اهو، رجعتك بنت 18. 18 سنه ايه يا كوريا؟ يا بنت يا بنت، هو الزمن بيرجع لورا؟ يا ولاي يا ولاد، ده المثل بيقول ورنش البوسه تبقى عروس، وانا ورنشتك اهو لمعتك وخليتك ولا اللي بكرتونتها. روحي الله ينوي عليك يا كوريا، خليتيني حلوه. إلهي شوفك زي ما انا عايزه يا رب. خدي بقى حمام الزيت ده كمان. بصي بقى، ده هيليس لك شعرك، ينزله كده على وشك لا تعرفي تشوفي من القصه يمين ولا شمال. ده حلو ها؟ اجربه. ماشي زي بعضه. خدي يا كوريا. يو ومالك يا ولية زي اللي بتديني حسنة كده؟ ده انا الفلوس دي باخدها منكم كده حاجة رمزية يعني، وانتوا حد فيكم يقدر على اجرتي اللي استحقها؟ على فكرة يا كوريا، انت بقى لسانك زي الفرقلة، وانت عارفة لو ما كانتش ايدك حلوة ما كانش حد دخل المحل ده. يلا انا ماشي، عايزة حاجة؟ لا شكرا، يومك شبهي. اقعدي بالعافية. ازيك يا كوريا؟ ده انت زعلانة بجد بقى. طب بصي يا بنت الحلال، انا مش عاوز حاجة منك، المفروض بعد اللي عملتيه ده ما اعرفكيش تاني، بس انا جاي عشان افهمك حاجه واحده. نوال هي اللي طلعت لي بالعمود يا كوريا، وانا اتخانقت معاها ونزلتها قدام سوكا، ومن الاخر كده نوال هي اللي راميه كتتها عليا وانا مديها السكه. من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال. نوال دي زي ما مسحت الجزمه اللي الواحد يمسح فيها جزمته وهو معدي. وانا لما كدبت عليك وقلت لك ان العمود بتاع البت الممرضه ده كان عشان ما اعملكيش مشاكل ولا عبلك في دماغي. انت عالي يا كوريا، ما تنزليش نفسك لنوال. أنا كده خلصت اللي عندي. سلام. وعلى فكرة دي محقوقة يا كوريا، وبتجامد قوي كمان. سلام يا أسطى. Tonight all bills will be on my check. This will be very expensive, Mr. Mahoney. No problem. This day is very special for me. It's Neguan's birthday. I want everybody here to be happy. Go, go, go. Ladies and gentlemen, it's a very special day for Mr. Malwan and he wants to share it with you all. So he promised that all the bills will go on his check. Thank you, thank you. هو انت كنت بتعيطي؟ انا؟ ليه نوغه؟ انا اللي كنت سامع عياط، انت كنت بتعيطي؟ لا ما بعيطش. بطلوا منقرة انت وهي. انا سامعاكوا وانتوا بتعيطوا. طب انا ولسه خطيبي الوطي قال لي بقصرف معاه. لكن انت بتعيطي ليه؟
وانت قاعده بقى لك حبه وجرحك ناشف. انا عمري في حياتي ما حبيت غير مروان. لما كنا في المدرسه وفي الجامعه كانت كل البنات تحب وتصاحب الا انا. كانوا يقولوا لي انت ما بتحبيش وما عندكيش قلب، وانا فعلا صدقت الحكايه. بقيت احس ان انا ما بعرفش احب لحد ما شفت مروان. تحولت فجأة لواحدة تانية، بقيت مش شايفة قدامي غيره. كنا مبسوطين قوي وما كانش ناقصنا أي حاجة. فلوسي كانت فلوسه ومن غير حساب. يقوم يسرقني ويخوني ويورطني في قرض مع البنك ويهرب. طب ليه؟ ليه يهرب ليه؟ وبعدين عايز يهرب، ملقاش غير نجوان دي يهرب معاها. أنت ما تعرفيش نجوان. نجوان دي ما كانتش صاحبتي، دي كانت أختي وأكتر من أختي. أنا لو وريتك صورنا من لما كان عندنا 3 سنين ولغاية دلوقتي عمرك ما هتقولي إن دي بنت الشغالة ودي بنت الناس اللي مشغلينها. أنا أول واحدة جريت عليها أصلا قلت لها إن أنا بحب مروان كانت نجوان. عايزاني أنسى السبب. هما رجالة كلهم كده أختي. صنف واطي ما يستاهلش ولا يتعاشر. يعني عندك واحد زي براهيم ده مثلا، حجته ايه؟ وانت شفتيه بقى بعد ما اترسم واتمنظر وبقى بني ادم؟ ده كان حته عيل معفن كحيان مش لاقي ياكل وماشي كله في الشمال. شويه يسرق غسيل، شويه يثبت واحد. يوم ما كان ربنا يكرمه قوي يعني كان يسوق توكتو وقريته ملكه. أنا اللي حوشت له، جبت له عربية الكبدة وعلمته عمايلها لحد ما سموه كبداكي. لكن اللي في ده هيسلى ازاي؟ الدنيا النجس هيفضل نجس. أنا مش حارقني إلا إن هو بص لنواه. نواله كبداكي يعني تخني وتقلب قيمتي؟ حرام عليك. ده انا فتحت عينيا على الرجاله عليك يا هيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ الريحه المعفنه دي؟ انت بقالك قد ايه ما استحمتيش؟ يلا قومي قومي ادخلي خدي شاور وحطي ديودرنت وبادي سبراي. ولا انت ما عندك؟ خدي من عندي، خدي من عندي وحطي. بس يلا قومي انت لسه قاعده يا بنت الجزمه.